السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ إن شاء الله بالوحدة الثانية في كتاب الفيزياء. طبعا الوحدة الثانية مثل ما بنعرف هي عنوانها الكهرباء والمغناطيسية، تتضمن طبعا 5 دروس. الدرس الأول عنوان الدرس فعل الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي. تمام. الفقرة الأولى التدفق المغناطيسي. لدينا شعاع السطح. طبعا شعاع السطح تمام يعرف العلاقة S شعاع هو S بN شعاع. طيب N هي متجهة الناظم، N متجهة الناظم على السطح والذي تجتازه من وجهه الجنوبي. الوجه مين؟ الجنوبي. الوجه الجنوبي. تمام. طبعا نحن كلنا بنعرف كرياضيات ان اس شعاع متجه شعاع السطح ومتجهة الناظم مرتبطين خطيا. رسم صغير لهذه العنوان. هلا هيك زعر ان هذا اس شعاع وهذا ان شعاع. طبعا يكون هذا الوجه هو وجه شمالي، وبالتالي جهة التيار هي بعكس عقارب الساعة. يعني بيكون نحن عرفنا الذي يجتاز يخترق سطح الدارة من وجه يمين الجنوبي. يعني إذا اعتبرنا هذه الدارة دي يكون يخترقها من وجه يمين وجهها الجنوبي، إذا هذا السطح دي يكون يخترقها من وجه الجنوبي، وبالتالي هذا الوجه الذي ننظر إليه وجه شمالي. تمام. إذا عملنا شعاع السطح خارج من الدارة، إذا هذا وجه الشمال وبالتالي جهة التيار عكس عقارب الساعة. طيب لدينا الآن التدفق المغناطيسي. لو أخذنا سؤال لهذه الفقرة مثلا عرف تدفق المغناطيسي، ثم اكتب العلاقة الرياضية المعبرة عنه مع دلالات الرموز. تمام. طبعا تدفق المغناطيسي كتعريف مبدئي، مثلا لدينا سطح دارة تمام وضعناها في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم. تمام. طبعا نحن الحقل المغناطيسي المنتظم طبعا دي يكون في عندنا بعض المراجعات للأساسيات للحقل المغناطيسي المنتظم، يرمز له بالرمز بي شعاع نحصل عليه بين فرعي مغناطيس نضوي وجهته من الشمال إلى الجنوب داخل قطبي المغناطيس أو فرعي المغناطيس. يعني بعض المراجعات الأساسية للطالب يكون مستذكرة عما سبق. مثلا عندنا سطح دارة كهربائية مستوية في الخلاء، ولدينا في منطقة سودة حقل مغناطيسي منتظم بشعاع يرمز له بالرمز، وحتى في الجملة الدولية تسلا. في هذا الوضع عندما يجتاز تخترق خطوط الحقل المغناطيسي مستوي هذه الدارة نقول أنه لدينا تدفق مغناطيسي. إذن كتعريف بسيط عرف تدفق المغناطيسي. تمام. إذن تدفق المغناطيسي كتعريف، التدفق المغناطيسي تمام تدفق المغناطيسي الذي يجتاز دارة كهربائية تمام مستوية في الخلاء طبعا، والمعرفة بشعاع السطح اللي ذكرناه سابقا اس شعاع، والمعرفة بشعاع السطح اس شعاع تمام، والموضوعة في منطقة يسودها تمام حقل مغناطيسي منتظم أكيد بشعاع. تمام. طبعا ويعطى بالعلاقة رمز التدفق هو S في B بكوساين ألفا. تمام. طبعا منلاحظ باعتبار التدفق حوى في علاقته كوساين الزاوية، معناته ملاحظ إن التدفق هو مقدار جبري. تمام. هو مقدار جبري يتعلق
ب كوساين الفا. طبعا الفا هي الزاويه الكائنه بين ب شعاع الحقل المغناطيسي وان ومتجهه مين؟ الناظم، مثل ما ذكرنا سابقا. طبعا بالنسبه للواحدات اس متر مربع، ب تسلا، قيمه الزاويه راديان، التدفق يقدر بواحده ويبر. تمام. طبعا اذا حوت الداره، اذا حوت الداره على ان حلقه لفه متماثله، عندئذ تصبح حلاقه التدفق المغناطيسي هو ان باس ببي بكوساين الفا. تمام. واحد مثل ما حكينا بالجمله الدوليه ويبر. طيب مثل ما احنا شايفين التدفق يتعلق مثل ما ذكرنا مقدار جبري يتعلق بكوساين الزاويه، وبالتالي بامكاننا نستعرض متى يكون التدفق اعظميا. تمام. او اذا قلنا متى يكون تدفق اعظمي موجب، كلمه اعظمي موجب لازم يكون قيمه الكوساين شد قيمتها واحد. تمام. اذا الكوساين الزاويه واحد، وبالتالي اذا تكون الزاويه صفر، اي ان ب والناظم، تمام، بشعاع والناظم ليكونوا طبعا ايش؟ متوازيين. تمام. ليكون متوازيين، وبالتالي بيكون تدفق اعظمي موجب. تمام. طيب متى ينعدم التدفق؟ بنعدم التدفق عندما الكوساين بيكون معدوم، وبالتالي يجب ان تكون الزاويه 90، اي ان ب يعني عندما ب تعامد ان يعني الزاويه بينهما 90، بيكون في هذه الحاله تكافئ بان التدفق ايش بيكون؟ معدوم. تمام. بيكون تدفق معدوم. ولما بكون ب توازي الناظم، تمام، طبعا هون في إلها بجهة واحدة وجهتين متعاكستين. إذا كان تدفق أعظمي موجب عندما تكون الزاوية صفر، تمام، بيكون تدفق أعظمي موجب اللي راح نشوفها لاحقا إن هي قاعدة التدفق الأعظمي والتوازي بيكون مستقر. تمام. بتكون الزاوية ألفا صفر، كوساين الصفر طبعا واحد، وبالتالي بيكون تدفق هو أعظميا ويخترق الدارة من وجهها الجنوبي. تمام. هذا كمناقشة ممكن تأتي كاختيار متعدد، اختر الإجابة الصحيحة إلى آخره. الفقرة التالية في الدرس عندنا العوامل المؤثرة في شدة قوة لابلاس الكهروطيسية. سؤال لهذه الفقرة، عدد العوامل المؤثرة في شدة قوة لابلاس الكهروطيسية. طبعا هون في عندنا تجربة السكتين، تجربة الأرجوحة وتجربة السلك النحاسي. تمام. طبعا من تجارب طلعت العوامل اللي بنت عليها شدة قوة لابلاس الكهروطيسية. مبدئيا شدة قوة لابلاس الكهروطيسية معناته من العوامل، تمام، من العوامل في الحل واحد ان شدة قوة لابلاس الكهروطيسية تتناسب طردا مع شدة التيار الكهربائي، طبعا رمزه اي. تمام. شدة التيار الكهربائي، طبعا كلمة تتناسب طردا كلياتنا بنعرف مثلا بالتجارب كيف بقول لك لو جانا عندنا شدة التيار مثلي ما كانت عليه، اذا شدة قوة لابلاس بنلاحظ انها مثلي ما كانت عليه ايضا. اثنين ان شدة قوة لابلاس الكهروطيسية تتناسب طردا مع شدة الحقل المغناطيسي. تمام. ب ثلاثة ان شدة قوة لابلاس الكهروطيسية تتناسب طردا مع طول الجزء من الناقل المستقيم، تمام، المار فيه تيار كهربائي طبعا، والخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي ب. تمام. الحقل المغناطيسي ب. أربعة، طبعا نحن القوة كلياتنا بيعرف انها تمثل بشعاع، وما دام القوة تمثل بشعاع معناته هي قادمة من جداء خارجي، والجداء الخارجي يتعلق طبعا بساين الزاوية. تمام. ان شدة قوة لابلاس الكهروطيسية، تمام، تتناسب طردا مع ساين الزاوية تتا. طبعا الزاوية تتا هي الزاوية الكائنة بين اي ال و بي شعاع.
لو جمعنا العوامل الأربعة مثل ما أننا شايفين في العلاقة F تساوي K طبعا سبب التناسب K I L B بساين تيتا تمام I L B بساين تيتا وجد أنه قيمة K في الجملة الدولية تساوي مين الواحد يؤدي F تساوي I L B بساين تيتا طبعا I شدة التيار كهربائي متواصل المار في الدارة أمبير L متر طول الجزء من الناقل المستقيم المار فيه التيار والخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي المنتظم B شدة الحقل المغناطيسي المنتظم تسلا الزاوية كزاوية راديان تمام شدة القوة قوة واحد توجيه الدولية مين نيوتن تمام إذن العلاقة المحددة ثم اكتب العلاقة المعبر عنها مع دلالات الرموز ها هي العلاقة معبر عن شدة قوة الأبلاس الكهراطيسية طبعا هو في عنا مناقشة طبعا هيك السؤال العوامل الأربعة مع العلاقة مع دلالات الرموز طبعا هو في عنا مناقشات اللي راح نشوفها ونشوفها حاليا اني F مع ساين تيتا طيب وهي طبعا من تدريبات الدرس أولا اختر إجابة صحيحة لكل مما يلي A B C D تمام طيب منشوف مثل ما أننا ملاحظين بأنه F تمام متى تكون عظمى عندما يكون الساين تيتا يساوي الواحد وبالتالي تيتا تكون قيمتها 90 تمام أي أن B تعامد IL معناته بالخلال كمناقشة تمام عندما تكون B تمام أو IL تعامد B تمام هذا الحكي بيكون لازم يكون تيتا 90 وبالتالي ساين تيتا يساوي واحد معناته تكون شدة قوة لابلاس أعظمية تمام معناته عندما يكون اي ال شعاع يعامد بي شعاع وبالتالي الزاوية تيتا بينهما هي بيع اثنين تمام وساينه واحد وبالتالي تكون اف عظمى طيب نجمة تنعدم شدة قوة لابلاس عندما طبعا اي ال توازي بي يعني هذا الكلام يكون تيتا قيمته صفر وبالتالي الساين يساوي الصفر وبالتالي اف تساوي الصفر يعني تنعدم شدة قوة لابلاس الكهراطيسية اذا متى تكون اعظمية ومتى تكون معدومة تمام إذا تكون عظمية لما تكون زاوية تيتا تساوي 90 وتكون معدومة لما تكون زاوية تيتا قيمتها صفر كأشعة اي ال تعامد تكون عظمية واي ال توازي تكون معدومة إذا هذا بالنسبة لسؤال الفقرة العوامل بالإضافة لبعض المناقشات عليهم نتابع بالفقرة عناصر شعاع القوة الكهراطيسية سؤال طبعا هذا بالأسئلة الهامة وديرت معنا بمسائل الدرس ومسألة دولاب بارلو أيضا والمسألة الرابعة في تجربة السكتين مسألة دولاب بارلو ضمن المسألة بنطلب هذا السؤال وأسئلة نظري ودورات متكررة سؤال اكتب العبارة الشعاعية لقوة الأبلاس الكهراطيسية مبدئيا ثم حدد عناصرها لو انطلقنا طبعا احنا مثل ما ذكرنا القوة تمثل بشعاع وبالتالي العبارة الشعاعية العبارة الشعاعية بقوة الأبلاس الكهراطيسية F شعاع I L شعاع طبعا هنا ننتبه الشعاع فوق L فقط وليس I يعني I هنا نحن نقصد فيها تيار متواصل تيار متواصل وثابت تمام خارجيا B شعاع تمام إذا العبارة الشعاعية لقوة الأبلاس الكهراطيسية F شعاع تساوي I L شعاع خارجيا B شعاع تمام طيب بده عناصره طبعا عناصره كلمه عناصره طبعا نحن هون بدنا نحدد اربع عناصر مثل ما بنعرف واحد نقطه التاثير نقطه التاثير منتصف طبعا هاي الكلمه هامه جدا بدها تخدمنا كمان في المسائل مثل ما ذكرنا وين نضع نقطه تاثير هذه القوه نقطه تاثير منتصف الجزء من الناقل طبعا في بعض الطلاب تكتب جزء الناقل اذا كلمه منتصف هامه وبكتب منتصف جزء من الناقل كمان ايضا هون من الحل منقوص لازم نكتب منتصف جزء من الناقل المستقيم الخاضع لتاثير الحقل المغناطيسي المنتظم
إذن نقطة تأثير منتصف الجزء من الناقل المستقيم الخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي المنتظم، تمام؟ إذن كلمة منتصف هي كلمة هامة، وأيضا الخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي. يعني مثلا إذا ذكرنا أو رسمنا رسمة سريعة السلك النحاسي، أيضا شاقولي نقطة تعليق، طبعا نجعله يلامس حوضا من الزئبق، تمام؟ نمرر فيه تيار، نعتبر مثلا هذا سالب وهذا موجب. طبعا جهة التيار الكل بيعرف جهة التيار هي من الموجب إلى السالب، تمام؟ هاي جهة التيار. هلا نحن هون حاليا هذا السلك يخضع بكامل الحقل المغناطيسي، ولكن لتيار كهربائي، عفوا يمر به تيار كهربائي، ولكن منطقة الحقل المغناطيسي مثلا إذا أخضعنا هذا الجزء منه لحقل مغناطيسي، تمام؟ عندئذ أصبحت نقطة تأثير قوة الأبلاس الكهرطيسية منتصف منطقة الحقل، إذن منتصف الجزء من الناقل المستقيم الخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي المنتظم، تمام؟ إذن كمالة هذا التعداد هو هام. أيضا مثلا بدولاب بارلو، دولاب بارلو، تمام؟ منلاحظ أن هذا الدولاب أيضا نلامس حافته السفلية، تلامس حوض فيه الزئبق، نلاحظ أن نخضع نصفه السفلي، تمام؟ نخضع نصفه السفلي لتأثير حقل مغناطيسي منتظم. الآن ونمرر في نصف القطر تيارا نصف القطر نمرر فيه تيارا كهربائيا، مثلا نعتبر هذا أيضا موجب وهون سالب، جهة التيار مثل ما نشايفين من الموجب للسالب. في هذه الحالة نقطة تأثير قوة الأبلاس الكهرطيسية هي منتصف الجزء من الناقل المستقيم الخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي. هلا نحن لو ما حددنا أن منتصف الجزء من الناقل المستقيم جزء نحطه هون، لا، منتصف الجزء من الناقل المستقيم الخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي المنتظم. نحن وضعنا الحقل المغناطيسي المنتظم في نصف القطر السفلي، إذن راح تكون نقطة تأثير قوة الأبلاس منتصف نصف القطر، ومثل ما أنا شايفين هون راح نشوف نقطة تأثير منتصف الجزء من الناقل المستقيم الخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي المنتظم. اثنين، الحامل. طبعا نحن هنا تحقق لدينا الجداء الخارجي للأشعة الثلاثة، مثل ما أنا شايفين F شعاع و I L شعاع و B شعاع، معناته الحامل حسب خواص الحامل حامل قوة الأبلاس، تمام؟ عمودي على المستوى المحدد بالشعاعين I L و B. إذن عمودي على المستوى المحدد بالشعاعين الباقيين طبعا اللي هن I L و B شعاع. ثلاثة، الجهة وفق طبعا قاعدة اليد اليمنى، طبعا راح نكتبها بعدين راح نشرح على الرسمتين مثل ما احنا شايفين، طبعا تحقق الثلاثية المتعامدة، طبعا هذا انه جداء خارجي للأشعة الثلاثية، تمام؟ طبعا وذلك الثلاثية اول بند بدنا يدخل التيار من الساعد ويخرج من اطراف الاصابع، البند الثاني يخرج من باطن الكف او راحة الكف بي شعاع، شعاع الحقل المغناطيسي المنتظم. ثلاثة، تشير الإبهام إلى جهة اف شعاع قوة الأبلاس الكهرطيسية، تمام؟ نكتب شدة ومناقشة بعدين نرجع الرسم لنشرح موضوع الجهة أكثر على الرسم تتوضح أكثر. أربعة، الشدة. إذا فكيناها طبعا اف تساوي اي ال بي بساين تيتا، مثل ما ذكرنا دلالات الرموز أمبير متر تسلا كزاوية راديان القوة، وحتى بجملة دولية نيوتن. ذكرنا سابقا أن تكون أعظمية عندما تكون الزاوية تتا 90، وبالتالي I L تعامد B، F معدومة، ساين معدوم، تتا صفر، وبالتالي I L توازي B. لو شرحنا الجهة على الرسم مثل ما أنا شايفين قاعدة اليد اليمنى، يدخل التيار من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع، طبعا نحن وجهنا رؤوس الأصابع مع جهة التيار من الموجب إلى السالب، إذن يدخل التيار من الساعد يخرج من أطراف الأصابع ويخرج من باطن الكف بي شعاع. طبعا نحن هون إذا اخترنا بي نقطة، طبعا هذا شعاع حقل مغناطيسي منتظم ناظمي على الدارة وعمودي على مستوى الدارة، تمام؟ ويتجه نحو خارج الدارة، تمام؟ إذن هذا نحن طبعا نعرف أن هذا هو الشعاع
مثل ما أنا شايفين هيك، هذا يمثل بي شعاع، تمام؟ إذا ندخل التيار من الساعد يخرج من أطراف الأصابع، يخرج من باطن الكف، تمام؟ بي شعاع، إذا لازم تكون باطن الكف نديرة باتجاه بي شعاع، تمام؟ بي شعاع، تمام؟ فتشير الإبهام إلى جهة قوة الأبلاس الكهراطيسية، معناته ملاحظ أن السلك رح ينحرف بهذا الاتجاه، طبعاً هنا هي الزاوية انفتح فيها أو انحرف فيها عن الشاقول. طيب مثل ما ذكرنا نقطة التأثير، في بعض الطلاب السرعة بترسم هون نقطة التأثير، أن ترسم هيك القوة، تمام؟ خطأ، لازم تكون نقطة التأثير منتصف الجزء من الناقل المستقيم الخاضع لتأثير الحقل المغناطيسي المنتظم. خطأ تاني للطلاب بيجي برسم القوة بشكل سريع هيك، كمان هي خطأ، لازم نرسم أن يحقق الثلاثية مثل ما ذكرنا الثلاثية المتعامدة، إذا لازم يكون عمودي، إذا هذا لازم يكون هي هيك، هي الزاوية مثل ما أنا شايفينها تعامد، هي اف شعاع، اذا هي جهة قوة الابلاس كهرطسية. وطبعا نحن بالنتائج اذا ثبتنا جهة الحقل المغناطيسي وغيرنا بجهة التيار تتغير جهة الاف لابلاس، واذا ثبتنا جهة التيار وغيرنا جهة الحقل المغناطيسي تتغير جهة قوة الابلاس، تمام؟ اما عندما نغير جهة التيار وبي معا اثنين معا، عندئذ لا تتغير جهة قوة الابلاس، تمام؟ هي من تجربة السلك النحاسي والأرجوحة، النتائج مذكورة لاحقا. لو جينا على إيضاح آخر بدولاب بارلو، نرجع مرة ثانية، يدخل تيار من الساعد يخرج من أطراف الأصابع، تمام؟ ثم إذا هي هيك، ثم يخرج من باطن الكف بي شعاع، لو أخذنا هون غيرنا على الفون مثل حطينا إكس، هي نحو الداخل، معناته نحو الداخل، إذا باطن الكف، معناته في هذه الحالة نحن كتبنا هون بي نقطة باطن الكف، في هذه الحالة الإكس نحو الداخل، إذا باطن الكف يخرج منه بي شعاع نحو الداخل، فتشير الإبهام إلى جهة قوة الأبلاس، ومثل ما ذكرنا نقطة التأثير منتصف الجزء من الناقل المستقيم الخاضع لتأثير حق المغناطيسي المنتظم، إذا هي إف شعاع وهي تعامد، تمام؟ إذا هي بالنسبة لموضوع الجهة، إيضاح على الرسم أيضا. الفقرة عمل القوة الكهراطيسية نظرية ماكسويل، تمام؟ سؤال دورة 2019، استنتج عبارة عمل القوة الكهراطيسية نظرية ماكسويل في تجربة السكتين الكهراطيسية، حيث يكون شعاع الحقل المغناطيسي بشعاع عموديا على المستوي الأفقي للسكتين، حدد هو مع الرسم، تمام؟ إذا نحن بداية طبعا عندما يكون لدينا شعاع الحقل المغناطيسي بشعاع عموديا على مستوي السكتين مستوي الأفقي للسكتين، تمام؟ فتنتقل الساق الأفقية موازية لنفسها مسافة دلتا إكس، تمام؟ فتمسح دلتا إس سطحا هو إل بدلتا إكس، تمام؟ فتمسح إل بدلتا إكس، تمام؟ وتنتقل نقطة تأثير قوة، تمام؟ الأبلاس الكهراطيسية في حاملها وبجهتها مسافة دلتا إكس، ويكون العمل أكبر من الصفر محركا موجبا. هلا العمل طبعا كلنا بيعرف العمل هو القوة في الانتقال، طبعا هي قوة مين؟ الأبلاس الكهراطيسية I L في B. طبعا زي ما كتبنا ساين تيتا نحن بالأساس كتبنا بي عموديا على المستوى الأفقي للسكتين، هي تيتا زاوية 90 ساين واحد بدلتا إكس، أيضا L بدلتا إكس مثل ما أننا شايفين دلتا إس، معناته I بدلتا إس ببي، أيضا إس ببي بكوساين ألفا
طبعا في هذه الحالة تكون الفا تساوي الصفر كوساينة واحد، تمام؟ كوساينة واحد وبالتالي هي التدفق، إذن اي بدلتا فاي. هذا العمل، طبعا العمل واحد تجول اي امبير، التدفق ما ذكرنا وبر. طبعا نحن هون في شغلة هامة، هذا في بعض الطلاب بقول في تغير التدفق، لا بتزايد التدفق، تمام؟ طبعا رسمة تجربة السكتين الأفقية، لدينا الساق نعتبر هذا سالب موجب، مررنا فيها تيار، طبعا رؤوس الأصابع يدخل تيار من الساعد يخرج من رؤوس الأصابع، يخرج من باط الكفز حددنا به، تمام؟ نحو خارج الدارة، فتشير الإبهام إلى قوة من جهة قوة لابلاس. إذن هي اف، تمام؟ اف لابلاس وهي بي، تمام؟ إذن مرة ثانية رؤوس الأصابع يخرج تيار من، يدخل التيار من الساعد يخرج من أطراف الأصابع، يخرج من باطن الكف بي شعاع، فتشير الإبهام إلى جهة قوة لابلاس. هي ال، هي المسافة دلتا اكس، تمام؟ هذا بالنسبة لموضوع الرسم. طبعا هيك سؤال يكون انتهى، ولكن عندنا نظرية ماكسويل. نظرية ماكسويل هي نتيجة اللي توصلنا لها. العمل قوة الكهرطيسية المسبب للانتقال هو جداء شدة التيار بتزايد التدفق المغناطيسي الذي يجتازه. فنظرية ماكسويل إذا انتقلت دارة كهربائية أو جزء من دارة كهربائية في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم، فإن عمل القوة الكهرطيسية المسببة للانتقال هو حاصل جداء شدة التيار بتزايد، انتبه على الكلمة، التدفق المغناطيسي الذي يجتازها. أي كنص نظرية ماكسويل، تمام؟ أي كنص نظرية ماكسويل. الآن القوة المغناطيسية قوة لورانز. سؤال لهذه الفقرة: انطلاقا من العبارة الشعاعية لقوة لابلاس الكهرطيسية، استنتج العبارة الشعاعية لقوة لورانز المغناطيسية. طبعا استنتاجه بسيط في الحل. إذا كانت لدينا شحنة كهربائية كيو، تمام، تتحرك بسرعة في، طبعا وخاضعة لتأثير بي شعاع حقل مغناطيسي منتظم، تمام، وخاضعة لتأثير حقل مغناطيسي بي شعاع، فخلال فاصل زمني دلتا تي تجتاز مسافة عبر ناقل، الشحنة تتحرك عبر ناقل، دلتا ال هي السرعة بالزمن. إذا المسافة اللي اجتازتها عبر الناقل مسافة السرعة بالزمن. طيب إن حركة الشحنة، حركة الشحنة تكافئ تيارا كهربائيا، تمام، عندنا الكيو يساوي اي بدلتا تي، اي هي كيو على دلتا تي، كولوم امبير بثانية الامبير، كيو على دلتا تي. نعوض في العبارة الشعاعية لقوة لابلاس الكهرطيسية، طبعا عندنا اياها اف شعاع اي ال شعاع خارجيا بي شعاع. نعوض اف اي كيو على دلتا تي ال في بدلتا تي خارجيا بي شعاع، اف شعاع كيو بفي
خارجيا ب. طبعا هاي هيك هي العبارة الشعاعية لقوة لورانز المغناطيسية. سؤال: اكتب العبارة الشعاعية لقوة لورانز المغناطيسية. تمام، طبعا هذا يعتبر سؤال ثاني للفقرة. تمام، إذا قسمناه على سؤالين، السؤال الأول مثل ما شفنا سابقا استنتاج العبارة الشعاعية لقوة لورانز المغناطيسية. الآن اكتب العبارة الشعاعية لقوة لورانز المغناطيسية ثم اكتب عناصرها. طبعا نحن إذا اعتبرناه سؤال لحاله، الحل عنا العبارة الشعاعية توصلنا لها سابقا لقوة لورانز المغناطيسية F شعاع Q BV شعاع خارجيا ب شعاع. هي هيك العبارة مين؟ الشعاعية. طبعا ثم اكتب عناصرها. عناصرها طبعا نحن عندنا أربعة مثل ما شفنا بقوة الأبلاس الكهرباطيسية أيضا. واحد، نقطة التأثير هي الشحنة المتحركة. نقطة التأثير الشحنة المتحركة. اثنين، الحامل مثل ما بنعرف هذا الجداء الخارجي للأشعة، الحامل عمود على المستوى المحدد بالشعاعين المتبقيين V و B. إذن عمودي على المستوي المحدد بالشعاعين V و B. ثلاثة، الجهة تحقق الثلاثية المتعامدة وفق قاعدة اليد اليمنى، وذلك طبعا رؤوس الأصابع مع في يعني مع شعاع السرعة إذا كانت كيو الشحنة أكبر من الصفر، وبعكس في إذا كانت كيو أصغر من الصفر. الآن بيتم شرحها من خلال الرسمة. ويخرج من باطن الكاف أو راحة الكاف بشعاع فتشير الإبهام إلى جهة F شعاع قوة لورانز المغناطيسية. أربعة، الشدة لو فكينا F تساوي Q بV بB بساين الزاوية المحصورة بين V و B. طبعا الشحنة كولوم، السرعة متر ثاني ناقص واحد B تسلا، الزاوية طبعا راديان F نيوتن. طبعا خلال مناقشة، طبعا هيك سؤال بيكون انتهينا من العناصر مع كتابة العبارة الشعاعية والعناصر. تمام، مناقشة كأخطر إجابة صحيحة من تدريبات درس ودورات أيضا. متى تكون قوة لورانز أعظمية؟ يكون الساين واحد وبالتالي V يعامد B. تمام، V يعامد B، تكون معدومة عندما يكون V توازي B. تمام، لو رسمنا مثلا إذا كان لدينا E طبعا إلكترون، تمام، يتحرك بمسار ما. طبعا نحن الكل بيعرف أنه شعاع السرعة محمول على المماس للمسار. تمام، إذا مبدئيا رؤوس الأصابع بعكس السرعة، رؤوس أصابع اليد اليمنى بعكس السرعة. لماذا؟ لأن المتحرك إلكترون، أنا فرضه إلكترون، طبعا الإلكترون هو شحنة أصغر من الصفر، تمام، شحنته سالبي. تمام، إذا رؤوس الأصابع بعكس السرعة. لو أخذنا مثلا إكس نحو الداخل فتشير الإبهام إلى قوة لورانز المغناطيسية. تمام، إذا لو حطينا إكس، تمام، تشير الإبهام إلى قوة لورانز. هاي F لورانز. تمام،